رمضان كريم، هل تعلمون بأن الصابون وصل إنجلترا عن طريق رجل مسلم من الهند جاء عند افتتاح حمامات برايتون في العام 1959؟ خليني أحكي لكم هذه القصة في اكتشاف الصابون. صنع المسلمون الصابون بمزيج ومزج الزيت وزيت الزيتون غالباً بمادة قلوية، ثم كان يصب في قوالب تترك لتجف، وبعد ذلك يستخدمونها في الحمامات. وقد عثر على مخطوطة تعود إلى القرن 13 تحتوي على كيفية صنع الصابون بالتفصيل. وصل الصابون بعد ذلك إلى أوروبا عبر الصليبيين، عندما عادوا إلى ديارهم لكنه لم يكن شائع الاستعمال. وبعد ذلك أصبح الصابون من الصناعات المهمة في القرن 18 وخصوصا في سوريا، حيث تم إنتاج الصابون الطبي والصابون المعطر وغيره. الحقيقة أن تاريخ صناعة الصابون يعود إلى ما قبل الميلاد، ولكن المسلمون كان أول من قام بمزج الصابون بصناعته مع الأعشاب والزيوت المختلفة. المزيد في طقس العرب ورمضان كريم.